هذه الكعبة تاريخ بناها اتبل 11 مرة، بلوها الملائكة وآدم وشيس وإبراهيم والجراهمة والعمالقة وغصي ورسول صلى الله عليه وسلم مع عم الحمد العباس وعبد الله بن الزبير بن عوام والحجاج بن يوسف وسلطان مراد في الدولة العثمانية سنة 1040 هسه إلى 1400 سنة لا 1400 عام من ما اتبنت. هذه الكعبة سنة 337 هجرية هجم ملك البحرين من الشيعة قتل 30,000 حاجة وبالتروي وشال الحجر الأسعد وداه العراق وداه الكوفة. الحجر الأسعد غاب من الكعبة أكثر من 37 عام ما كان موجود. بعد 37 عام ملك البحرين مات أصيب بالجدري جاءه جدري ومات في العراق. جوا أهل العراق وباعوا الحجر الأسعد لأهل الحجاز بالقروش. بعد ادونا الفلوس قال لهم دم الحجر الأسعد بين الشيعة. قال لهم احنا خضعناكم دم الحجر الأسعد. أهل الحجاز شكوا في رجل اسمه عبد الله بن عكيم. قال لهم الحجر الأسعد أنا بعرف. قال له دليلك شنو؟ قال إنه يفطو على الماء. أهل الحجاز جابوا الموية وخدوا الحجر الأسعد والحجر الأسعد مشى بفوق للموية بفوق. قال لهم تاني عندي دليل. قال إذا وضع على النار لا تأثر بحرارته. أهل الحجاز جابوا الحطب ولعوا النار وخدوا الحجر الأسعد. عبد الله بن عكيم شاف الحجر الأسعد من داخل النار ورفعوا له. تبين لهم فعلا ده الحجر الأسعد. أيوه الحجر الأسعد ده الحجر الأسعد ومغاز سيدنا إبراهيم. ده جاب جبريل من الجنة. ده حجاب الجنة. الحجر الأسعد ومغاز إبراهيم. ده جاب من الجنة. أي صح. لما جابوا فانوح الكعبة انتهت. الحجر الأسعد الشقة جبل أبا قبيس والجفع للحجر الأسعد. لما جاء سيدنا إبراهيم بنى الكعبة ناداه منادي وانفتح جبل أبا قبيس والحجر الأسعد جبل يحتاج الكعبة. وانوح انشق جبل أبا قبيس والكعبة دي سنتر الأرض. الأرض شرق غرب 40,185 كيلومتر شمال جنوب 39,960 كيلومتر. الأرض لو مسكت من الشرق استنتر الكعبة ومن الغرب استنتر الكعبة ومن الجنوب استنتر الكعبة ومن الشمال استنتر الكعبة. الكعبة دي سنتر الكرة الأرضية الوسط وسط الكرة الأرضية سبحان الله. هذه الكعبة وهذه الكعبة لها مكان حتى لكن نحن عندنا معلومات خاطئة. يقول لك حجر إسماعيل ده ما حجر الغول ده ما حجر ده اسمه الحطيم لأنه بنى الحطام الكعبة الأولى. اسمه الحطيم حطيم لأنه بنى الحطام الكعبة الأولى. لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 35 عام ومعاه قريش قالوا مال ما حلال ما يخش بفرش الكعبة إلا مال حلال. القروش جمعته قريش ما تمت الكعبة بنوا من حطام الكعبة الأولى بنوا الحمد الإبراهيمي وقالوا الكعبة لأن يقول جماعة قريش ما كان كافر لله الكعبة. القريش هي بسيطة عشان كده ما بيجوز الطواف إلا من بلة تحت الكعبة الإبراهيمية من بلة. قال جبل الكعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام كثير عن هذا. ببارك فيك شر ده الكعبة يعني فوق الكعبة مباشرة في بيت العزة. الله أكبر البيت عتيق فوق طوال وما بين السماء الدنيا ما بين الأرض وسماء الدنيا 500 عام سنة فلكية سبحان الله. والثانية الفلكية 300,000 كيلومتر. الدقيقة الفلكية 18 مليون كيلومتر. السنة الفلكية 9,461 بليار كيلومتر. الفرسخ الفلكي 28,383 بليار كيلومتر. والأرقام الفلكية 21 رقم وآخر رقم فلكي الدشليار. والدشليار واحد معه 63 صفر. 63 صفر بتبدأ من ألف مليون مليار بليون بليار تريليون تريليار تريليون كيجليار شنكليون شنكليار سيجليون
سيدي الرياض شتي ليون شتي الرياض ودي ليون ودي الرياض دفي ليون دفي الرياض دشي ليون دشي الرياض دفي انت درس 60 سنة درس 60 سنة هات الشمس بتبعد من الأرض 502 ثانية فلكية والثانية الفلكية 300,000 كيلومتر الشمس بتبعد من الأرض 150,600,000 كيلومتر الله أكبر تبعد الشمس ربي يبارك فيك مين الحازم؟ أنا من السودان من السودان عندي عشي كذا وقت خش اليوتيوب خش اليوتيوب خش اليوتيوب خش خش بموبايل خش لا ما عندي انترنت ايوه لو كتبت الكول ذلك المشهود بيجيك كلام يوم انا قاعد اكتب كمل كمل اسمك يا حاج كمل الاسم عباس محمد الامين عباس عباس محمد الامين من السودان قاعد اقدم برنامج في التلفزيون القومي حتى لو خشيت اليوتيوب اكتب الكول ذلك المشهود بيجيك حلقات عندك صفحه على الانترنت اي عندي الداني شو اسمك انا بعدين لما كان نشط النت اكتب الكون ذلك المشهود بتجيك حلقاتي كلها مصممني في التلفزيون السودان هل في رمضان عندي 30 حلقه في التلفزيون واحده واحده الله يبارك فيك عشان اكتب على النت ادخل الصفحه بتاعك اكتب ايش؟ الكون ذلك المشهود الكون ذلك المشهود المشهود بس بتجيك حلقات كثير عنها الله يبارك فيك يا حاج واكتب العم عباس الله يخليك لا العم عباس عم عباس برضه بتجيك حلقات في محافظة غلط الشمال انا بقدم حلقات في التلفزيون القومي والتلفزيون الشماليه والتلفزيون الخطيه مرحبا بك الله يبارك فيك جزاك الله كل خير